هلا مشاهدينا، فاكيد وصلنا لنهايه جولتنا الثقافيه. فاصل ومكملين بباقي فقراتنا لليوم. محطتنا التالية يا فرح رح ندخل فيها لعوالم النفس ونتعرف على مصطلح الديتوكس النفسي وكيفية تنظيف النفس من الترسبات، ما هي مراحل التنظيف، أمور رح تحكي لنا عنها بشكل موسع هبة عرنوس ماجستير إرشاد نفسي واستشارية أسرية. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. يسعد صباحك يا رب. صباح الخير مرة جديدة. يعني سمر، شو رأيك بموضوع اليوم؟ يعني أول ما بلشنا بالفقرة قد إيه نحن بحاجته هذا الشيء؟ بشكل يومي بتوقع، وأكثر الشيء شو رأيك يوم الجمعة، يوم ما كل العائلة تكون مجموعة، الكل بيكون بدهم ديتوكس نفسي أكيد. تماما، هو أول شيء أعتقد إنه ديتوكس النفسي هو له وقت محدد. تمام. هذا كثير خطأ، نحن لما بنيجي بنتوقع إنه ديتوكس النفسي هو خلينا نجمعهم يوم الجمعة بنطلع بنعمل مثل عم تقولي أو يوم السبت. لا، هي أول شيء. بالأول خلينا نعرف نحن شو هو الديتوكس النفسي. شو الديتوكس النفسي؟ هو التخلص بداية من الأشخاص السامة بحياتنا، اثنين من السموم النفسية اللي هي بتتأثر نفسيتنا فيها سلبيا. تمام. أول شيء شو يعني التخلص من الأشخاص السامة بحياتنا؟ بكل حدا من الأشخاص اللي حوالينا ونحن كمان، في عنا أشخاص هن مصاصين الطاقة، عنا أشخاص محبطين، عنا أشخاص تتمحور حياتنا حواليهم ونعتقد أنه مفتاح سعادتنا أو مفتاح الفرح تبعنا بإيديهم. تمام. فللأسف أنه منعتبر مزاجنا أو نفسيتنا هي متوقفة على هوا تقديرهم إلنا، على هوا اهتمامهم إلنا، على هوا اللايك تبعهم أو لا، على هوا الكوميند أو لا، فهذا الشيء متوقف على هو تقبلهم لإلنا أو لا. من هون بيبدأ الشحن النفسي السلبي. إذا نحن ما حظينا بهذا القبول عند الشخص الآخر، فنحن بالذات اللي هو متمحور حياتي حوله، فأنا ببدأ بشعر بنفسي إنه بلشت في عندي حالة غضب، حالة هياج، حالة عزلة، حالة الابتعاد عن الاختلاط عن الآخرين، فأنا بحاجة لديتوكس نفسي. لما برجع بلخص، ديتوكس هو أني أنا أتخلص من الأشخاص السامين بحياتي والأشياء والمواقف السامة، كيف أنا أتوقف تأثراً فيها. تمام. لما بدي أحكي أنا عن موضوع المراحل، مراحل الديتوكس اللي بدي أشتغل عليها بداية، بس قبل ما تبلشي، في مثلاً لكل حدا فينا إنسان عزيز على قلبه وممكن هو يكون سبب غضبه، سبب عصبيته بالحياة لأنه مثلاً هو شخصيته مستفزة بتكون. تمام. طيب كيف فينا فوراً هيك نتخلص منه؟ بدنا شيء إنه بشيء منطق. كيف فينا، أو مثلاً كيف فينا إنه نخليه يغير صفاته السيئة كرمالنا؟ يعني ما ضروري وقتها إنه نغيره أو نخلص منه على الآخر. تماماً. ممكن نحكي بهذا الشكل. أكيد. هلا أول شيء أنا بدي أعرف إني أنا غير مسؤولة عن تغيير الآخر، حتى غير مسؤولة عن سعادة الآخر، وهي رسالة ببعثها للأمهات وللزوجات. أنت غير مسؤولة عن إسعاد أولادك، غير مسؤولة عن إسعاد زوجك، أنت مسؤولة تعلميهم طرق السعادة وغير مسؤولة عن إسعادهم. لما أنا بعلم الشخص الآخر شو هي طرق وسبل السعادة ويبقى خليه حر بحياته، أما مو أنا مسؤولة عن سعادته. أنا إذا ابني زعلان معناته السبب مني، إذا الزوج خان معناته الحق على الزوجة. فهذا الشيء كتير مهم أنا أنتبه، أبدأ أنا أفصل نفسي عن الآخر. لما أنا بيكون ظلي هو الزوج أو ظلي هو الأولاد أو ظلي هذا الشخص العزيز، فأنا بالتالي أتمثل بهذا الظل، فهو كان رايق فأنا رايقة، هو مبسوط. تمام. فأنا مبسوطة. هي الصفة اللي دائما بيقولوها أنا وياك واحد، هي بطلت هاي، وبتوقع أنه نحن صار أنت حدا وأنا حدا. لما السؤال كتير حلو اللي قلتي لي، لما أنا بعترف ببشريتي أنا بغضب ومن حقي أغضب، لما رب العالمين ترك جواتي هذا الشعور، لما رب العالمين ترك جواتي شعور الأنانية، لما ترك جواتي شعور الحقد، إنما أنا ليش لحتى أتطرف بهذا المشاعر؟ لا، أنا خليها تكون موجودة. أنا بغضب بس خليني أتعلم كيف أغضب، خليني أتعلم أنا كيف أزعل، أزعل بدون ما أفقد من رصيد الآخر اللي قدامي. قد يكون أنا طريقة غضبي إني أنا أبتعد عن الشخص الآخر من المواجهة معه لحتى أنا ما أزيد من رصيدي السلبي بعنده، أو أترك فرصة هدنة بيني وبين هذا الشخص الآخر. هذا الشخص اللي بتتمحور حياتي حواليه كتير مهم أعرف هو حدث من أحداث حياتي. رسالة لكل النساء خاصة والزوجات، لأنه عن جد للأسف بيعتبروا الحياة الزوجية هي نقطة تحول بحياتها، وهو مجرد حدث جديد صار بحياتك ومن أحداث حياتك، وليس هذا الرجل اللي أنت بتعتبري أنه أنا حياتي تتمحور حواليه ومن بعد حياتي حتتغير. لا تطلعي أو لا تهوتي، لا تشتغلي، لا تساوي، فأنا بانتظار الأوامر اللي بيمليها لحتى أنا أم نفسها. لا، أكيد الزواج أسمى من هيك، وعلاقة أكيد إنسانية كتير أسمى تماما من هيك. حتى أي علاقة، يعني خطبة، حب بين اثنين، نحن كتير مهم أعرف
اني انا اعترف ببشريتي، انه انا في لي حقوق على نفسي، اني انا احميها من التاثر السلبي بهذا الشخص، حتى انه انا ما اسمح لهذا المعتقد السائد انه انا والله بدي استنى لحتى الشخص الاخر يعطيني انا شو ممكن مزاجي اليوم رايق او مو رايق، والله ما رد علي على التليفون معناتها انا اليوم معكره طول النهار، بعثت له وقرا وما رجع علق فمعناتها انا مزعوجه، هذا الشيء كثير بسمعه انا بالعياده. خلينا نطلع شوي من التفاصيل ونفوت بالاشياء الهامه بحياتنا، ما نوقف مثل ما نحن بنقول بالعام يمكن على نكشه لكل واحد، لا خلينا نحن اكبر بكثير من هي التفاصيل. اليوم انت بتشوفي انه نحن بحاجه لا ديتوكس نفسي، انت بيقول الشخص لازم تمام. نحن لما بنلاقي حالة هياج غير مدروسة، لما نحن نشوف نحن حالة نرفزة، حالة عصبية، شخص الآخر بيقول أنا خلاص ما عاد أقدر أتحمل، أو ممكن بنلاقي في أشخاص بيطفوا موبايلهم أنا ما عاد بدي أحكي مع حدا وبينعزل عن الناس، هذا الشخص بيعطي مظاهر وبيعطي ملامح قبل ما يقوم بعملية الانعزال. حتى نحن كأشخاص بحاجة لهذا الشيء. أنا لما بلاقي إنه أنا اليوم ما عندي طاقة للعمل، أنا اليوم ما عندي طاقة للشغل، ماني حاسة بتفاؤل، ماني حاسة اليوم إنه عندي إنجاز، هذا الشيء بيبدأ يعطيني مظاهر إني أنا بحاجة لديتوكس، بحاجة إني أنا ابتعد شوي، إنما ابتعاد مدروس وليس ابتعاد عزلة. أنا كتير مهم أعرف لما بيظهر عند الأولاد أو عند المراهقين فجأة راح مع رفقاته أو راح بشكل متطرف، خلص ما عاد يجي على البيت. شو عم نشوفها بهالوقت بهالجيل؟ المراهقين كلهم مثلا عم ينفصلوا عن أهلهم بشكل تماماً تدريجي، بيبقوا مثلا بغرفتهم وقت طويل، بيصيروا حتى بالمشاوير يفصلوا حالهم عن أهاليهم. صحيح. طيب هون بيكون بدهم أخصائي نفسي ولا ديتوكس نفسي. وسؤال ثاني عندي، قال أي إنسان معصب فينا فورا بده ديتوكس؟ يعني أنا مثلا هلأ اليوم عصبت من شغلة يمكن يكون موقف كبير أو صغير، أنا بحاجة ديتوكس، وشو ممكن أول خطوة اتخذها بعد عصبيتي؟ أول شيء أنا مجرد ما فكرت بوعي أنا خف الغضب عندي، لأنه الانفعال هو باللاوعي، والغضب هو انفعال بحد ذاته بيظهر بالشعور. لما بتشوفي حدا عنده شعور عالي فالوعي عنده منخفض، وهون بنشوف احد الاشخاص ممكن ياخذ قرارات غلط، بيقول لك ما بعرف كيف وافقت او ما بعرف كيف ما وافقت. هذا الصراع بين العقل والعاطفه. تماما ممكن. هذا الصراع اللي بيصير بيناتهم هن اثنين. فانا الغضب هو انفعال، لمجرد ما اقول انا معمل رده الفعل بعد شوي، انا حاعمل هذا التصرف بعد شوي، صدقيني هي بعد شوي حيعمل 50% من اللي كان مقرر يعمله هو ما حيعمله. مثلا رد جواب، تصرف ما، انسحاب ما، وانا حاعمله بس بعد شوي. هي بعد شوي ترك فرصه للوعي لياخذ فكره او ياخذ طريقه انضج بتصحيح الموقف. لما بتصرف وبتعامل مع عقلي بهي الطريقه انا بكون كثير عن جد واو، وعامله ديتوكس نفسي لحظي وليس ديتوكس نفسي اسبوعي ولا شهري، لحظي مع نفسي. انا ما عم بسمح اصلا للموقف هو يفوت فيني وياثر بشكل سلبي، انما خليني اقول انا كيف فيني استفاد من هذا الموقف اللي صار معي، وفيني كمان انا اعرف كيف طور هذا الديتوكس وكيف فيني ساويه. لما انا اول شيء رقم واحد ما بخلي السعاده تكون مشروطه، السعاده المشروطه هي سعاده منقوصه. لما انا بدي اعتبر سعادتي اذا صار هيك انا بكون مبسوطه، اذا اشتريت سياره انا صرت رواء، اذا تزوجت بحياتي وساويت عيلي فانا مبسوطه. بس هاي هي اهداف بحياتنا، الانسان بلا هدف يعني انا بعتبره ما له وجود، كل حدا فينا عنده هدف، واذا وصل لهدفه وحصل عليه بعد اراده وبعد جهد واصرار قديش هو بينبسط. يعني اكيد يعني مثلا انا بدي اقول اذا حصلت على هذا الشيء اكيد بدي اكون فرحانه. شو رايك بهالكلام؟ هلا انا بنصح كل شخص رابط سعادته بهذا الموضوع يطلع شوي ويرتقي بموضوع سعادته، ولا تكون السعادة مرتبطة بأشياء. تمام. لأنه في نفس الأشخاص اللي بتلاقيهم بيعملوا ديتوكس للدايت، أنا بدي أعمل دايت لأنه عندي حفلة، يوم الحفلة بتاكل أكل مو طبيعي أو ثاني يوم الحفلة، لأنه هي حطت هدف لساعة محددة وليوم معين. فنحن خلينا لما بدنا نحدد السعادة تبعنا ما تكون سعادتنا مشروطة بموقف أو بشيء بحصل عليه، إنما خليني أعتبر السعادة أنا بنبسط لما كل يوم بلاقي حالي عم بتعلم شغلة جديدة، وهذا الشيء اللي بننصح فيه بمراحل الديتوكس. بعد ما نقول نحن عنا السعادة المشروطة، ما هي سعادة منقوصة، فخلي سعادتك ما تكون مشروطة. أنا اليوم فايقة متفائلة، أنا اليوم مبسوطة، أنا اليوم ما حاسمح لأي شيء يعكرني. شو معناتها؟ أنا أعطيت أمر للعقل إنه أنت خلي عندك مناعة، خلي عندك سعادة. صحيح. يعني أنا ليش أنا اليوم بدي في عم أقول إنه أنا لازم أكون سعيدة، فت على الشغل مثلا أخذت خصم كمل شغلي شوي أكلت ملاحظة سمار، وين السعادة بدها تكون؟ لو أني قررت لازم يكون في أساسيات لهي السعادة اللي عم نحكي عنها، مثل أنا عم بشتغل على هدف معين ولقيت بلشت بوادر هذا الهدف تظهر بتشجع بحس بالسعادة بشتغل أكثر. كمان هي مو شرط من شروط السعادة، لا هي خطوات أنا بعتبرها وبشوفها هي السعادة. صحيح، هي خطوات، بس أنا لما باخذ ملاحظة
انا بس شغله هلا لما ملاحظه عم باخذ اثناء عملي، يا الله ما في شيء بساويه بيعجبه، تمام. او يا الله الحمد لله انه في هيك شخص بيساعدني لحتى ارقى واتحسن اكثر. نحن كثير في اشخاص وانسات بحياتنا بنقول يا الله لو ما كانت قاسي علي انا ما كنت طلعت هيك، انا لو ما كان ملاحظات علي كذا انا ما كنت طلعت ماشي على الخطوات صح. فخليني انا بس طريقه حكي مع نفسي انه انا بس هاي الملاحظه نفسها عطيه اخذها من الشخص نفسه، بس خليني انا اعتبر هذا الشخص اللي اعطاني الملاحظه هذا عم يساعدني لحتى انا انضج، تمام. بالتالي هو لا يؤثر على مشاعري شيء، انما انا خطواتي ما حتتغير. يا ريت يعني العالم كلهم يصيروا هالطاقه حلوه عن جد. اتفنن انا بالوصول الى اهدافي ولا اغير اهدافي، يعني انا طرق الوصول والسبل اللي بدي اسعى لها اتفنن فيها وما اغير الهدف اللي بدي اوصل له، ولا اسمح لشخص يغير لي مزاجي. يعني انا ماني مستعده لاي لا شوفير تاكسي ولا سائق باص ولا اي حدا بالدنيا انه انا هو اليوم يمسك كنترول ويتحكم فيني. خلي عنا مناعه ذاتيه من جواتنا نوقف فيها تحكم الاخرين فينا. يلا روقي، يلا انبسطي، يلا انا هلا برساله واحده بروقك، انا هلا اذا اتخانقت معك مشان تغطي عني برجع انا بتليفون واحد بكلمتين حلوين. انا بس خلي شوي المناعه بس عن جد عاليه. الاراده عن جد هي شيء كثير منيح. مثلا انا بهذا اليوم مقرره اكون مبسوطه أكل يوم، يعني جد شو ما مرق معي الظروف بتكون بقلب هذا اليوم، بس ببقى متابعة لكل يومي بكون مبسوطة. ودائما أنا بحاول من الصبح يعني يكونوا اللي حوالي مثلا مثل أهلي كذا كلهم طاقتهم إيجابية بيعطوني هاي الطاقة الحلوة، تمام. دائما يعني فالواحد هو بيقرر إذا يكون إنسان سعيد ولا يكون إنسان تعيس، ويبعد شوي عن العالم طاقتهم سلبية. بدي أقول لك قلتي لنا مراحل الديتوكس، خلينا نحكي عنهم، تمام. ونرجع لموضوعنا. أكيد أول شيء عنا تقبل أخطائك ولا تقبلها. شو يعني تقبل أخطائك؟ يعني أنا بعرف عندي أخطاء 1 2 3 شخص غير ملتزم بالمواعيد، شخص عنده إدارة وقت خطأ، شخص كذا. أنا بعرف عندي عيوب 1 2 3، بس أنا لما بتقبل أخطائي أنا بعرف عندي 1 2 3 بالأخطاء هاي، إنما لا أقبلها، أسعى إلى تطويرها وأسعى إلى تحسينها. هالمرة جيت متأخرة 5 دقائق، المرة الجاية بجي متأخرة 3 دقائق. يعني مو الفكرة إني أنا قاوم، هي بالأخير الشخص هذا اللي أنا البشري اللي هو عنده عادة معينة هو تعود عليها. قد يكون نظام بحياته خطأ، قد يكون تصرف شيء خطأ صار بنظام برمجته عائليا، إنما بس خليني أعرف كيف فيني أدرب نفسي أنا وطور حالي. أنا صار هيك فخليني أدرب نفسي أرجع بتراجع. يعني أنا بتقبل أخطائي ولكن لا أتقبلها، يعني ما بضلني أنا ماشي خلص يا أخي أنا عصبي، أنا عصبي. بنسمع هدول الأشخاص خلص نحاول نسيطر على حالنا ونفسنا ونعطي طاقة حلوة للي حوالينا، وبنفس الوقت إنهم بيردوا لنا إياها. شكرا لطاقتك الحلوة اللي أعطيتينا إياها، شكرا لابتسامتك الرائعة، وأكيد بنشوفك بحلقات قادمة هبة. شكرا لك. شكرا كثير لك. شكرا لك. نتمنى ديتوكس نفسي يكون موجود بكل لحظة عن جميع الأشخاص. شكرا.